عشان نشتغل بشكل بروفيشنال بشكل احترافي بشكل زي ما الناس اتعودت علينا بالشكل المحترم البراهين اللي بتصير قضايا وبتصير يعني ما يهم الرأي العام بعيدا عن الكلام. فين يا كابتن محطة؟ يعني انا الحقيقة يعني اسمحي لي بس لمدة 10 ايام بالضبط نخلي المحطة يعني نوع من انواع الخصوصية او السرية لحد ما ان شاء الله ما نظبط الامور كلها ونعقد مؤتمر صحفي نعلن فيه خطتنا القادمه بالكامل باذن الله عز وجل. لكن ما اريد اؤكده لك مره اخرى ان الحكم اللي حصل عليه الاخ اللي بيتكلم في كل حته ده كان خاص بقناه الحياه وليس باحمد شوبير. طب سؤالي الثاني القضيه المرفوعه عليك او البلاغ المرفوع عليك من محامي للبابا شنوده انك يعني اسات للسيد المسيح. اولا السيد المسيح له كل الاحترام وله كل التقدير وله كل الاعزاز. سيد المسيح ده من الانبياء ومن الرسل العظماء اللي اثروا في الرسالات السماويه ويمكن الناس كلها تعرف علاقتي بالاخوه المسيحيين على مستوى مصر كلها وعلى مستوى طنطا بصفه خاصه. يمكن ناس قريبين جدا ليا علاقتي بيهم علاقه محبه وموده وتواصل دائم. فمن غير المعقول ومن غير المعقول ان واحد بحجمي يسيء للسيد المسيح او يسيء لسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام او لاحد. الحقيقه انه هذا المحامي ليس محاميا البابا شنوده وانا كان عندي النهارده اتصال باحد المقربين من البابا شنوده قال لي لا مش كده ومع ذلك انا بحترمه وبقدره تماما لانه اذا كانت القصه يعني لانه غيره على الدين فانا كمان غيره على المسيحيه وغيره على الاسلام بنفس غيرته وبنفس الكيان وانا غيره على المسيح وغيره على سيدنا محمد عليه السلام بنفس غيرته هو كمان وكلنا تعلمنا من مبادئ المسيح ومن سيدنا محمد عليه السلام. لكن ما حدث بالتحديد كالاتي انه المذيعه بتسالني بتقول لي المرحله القادمه والقضايا قلت لها لن اتسامح في حق احد بعد كده. قالت لي يعني انت مش هتسامح اللي هيرفع عليا قضيه او اللي هيهاجمني هرفع عليه قضيه او هقدم بلاغات للنائب العام. قالت لي ولكن اتسامح قلت لها انا لست السيد المسيح يعني مش واحد يضربني على خدي بقى اليمين اديله خد الشمال لست السيد المسيح بعد كده بقى حد الناس قفايا يضربوني عليه. وبعد كده في النهايه قلت لها انا اسوتي او قدوتي هو سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام السيد المسيح عليه السلام وسيدنا عمر وسيدنا ابو بكر وسيدنا عثمان. يعني هتخلص الحكايه يعني ما فيش حكايه اصلا عشان بس الناس ما تزعلش يعني. نعم عشان الناس ما تزعلش بس لا ما اقدرش ده لاخواتي الاعزاء الاحباء. انا عايزه اخيرك انا معايا على التليفون المستشار مرتضى منصور تحب تفضل معانا على الهاتف؟ لا لا, لا لا يا شيخ لا استاذ مرتضى منصور ايه بقى كفايه وجع لي دماغي كفايه. انا حبيت بس اكون يعني لا كفايه واضحة. اشكرك كابتن احمد شوبير. سياده المستشار مرتضى منصور عايز ترد؟ لا انا سمعت قله ادب يا مدام. لا بس قله ادب ايه الراجل ما قالش اي حاجه في بينكم بعض خلاف يا مدام. هو بيتكلم انا كنت في التواليت خلاص لكن سمعت في الاخر كلمه وجع دماغ عايز اقول يعني انتم في بينكم تلاسن وتراشق يعني برضه ما انت قلت كلام. طب يعني المهم عايز ترد هو بيتكلم ان منطوق الحكم يا استاذه لميس بعد اذنك انا اتكلمت في منطوق حكم. طيب وجع الدماغ والشخص اللي كان معاكي دي انا بقول دي قله ادب. طيب حضرتك يعني لا بس عشان بس ما نخشش قله ادب ولا عشان ارد؟ لا انا عايزاك ترد بالظبط على الحته دي منطوق الحكم. يا استاذ خليني بس اسالك انا عايز انا مش عايزه اخش في التفاصيل دي انا عايزه اتكلم على منطوق الحكم منطوق الحكم. اديني فرصه ارد لما اتكلم. طيب اتفضل حضرتك انا سمعت بيقول انه ان انا وجع دماغه ومعرفش ايه وان ما قالش الكلام عن سيدنا. لا بص يا فندم الحكم قال انه مشبوه كده وانه نموذج للاعلام السيء وقال انه بذيء. طب ممكن تبعت لي معلش صوره من هذا الحكم؟ ابعتولي دلوقتي حالا. ارجوك ابعتولي دلوقتي انا عايز اشوفه لان انا يعني ثانيه واحده بس واحده واحده وبعدين النمره اثنين بيكذب لسه بيكذب بيقول لك ايه انه اصل الحلقه دي كانت كلها عني انا بيقول لك انا ما قلتش الكلام ده. لا قال كده انا مش زي المسيح عيسى هنضرب على خد الايمن ادي خد الايسر واخد على قضيتك. لا سيدنا المسيح لا سيدنا المسيح يعني لا ده ديانه محترمه المسيحيه. في قضيه في قضيتك انت كمل كلامي من فضلك. لا منطوق الحكم في قضيتك يا مدام لميس اتفضل. المسيح ومريم ايوه شوف القران الكريم متفقين والله. المسيح هو نبي من الانبياء اللي ربنا سبحانه وتعالى امرنا في القران الكريم ان احنا نحترمه ما نقولش بياخد على قفاه. متفقين. اكمل من الفرحه دي بتقطعيني ليه ما سبتيك قعر؟ حضرتك بس سايباها قعر بقاله ساعه. عشان الوقت بس عشان وقت البرنامج عشان ورايا حاجات عشان ما هو اشمعنى هو بيقعر بقاله ساعه في الهواء؟ عايز اقول له يا احمد يا شوبير اقسم بالله تاني انا اتصمت قبل كده
قلت ورحمه امك جليله لا قاعده في البيت ورحمه امك جليله لا خلاص بيتك. خلاص لا لا بس خلاص يا سياده المستشار انا مش هقدر اسمع الكلام ده وما احبش ان هو يتقال عندي في البرنامج.